بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى التحويل في المقادير الفيزيائية التي تهم السنة الثالثة من التعليم المتوسط في موضوع الطاقة. إذن والمقادير التي نحتاجها في الطاقة، نحتاج إلى الزمن، يعني هذه الطاقة التي ستحول ستتم خلال زمن معين، ونحتاج استطاعة التحويل، ونحتاج مقدار الطاقة بحد ذاته. وعليه نمر إلى الزمن. الوحدات التي نتعامل بها في هذا الموضوع هي الساعة والدقيقة والثانية. فلدينا، يعني هذا كتذكير، لدينا الساعة، أي واحد ساعة تساوي 60 دقيقة. بمعنى إذا أخذنا هذا العقرب الموجود على الساعة العاشرة، لكي ينتقل من العاشرة إلى الحادي عشر، يعني لكي يمسح هذا الزاوية، فعلى عقرب الدقائق أن يتم دورة، أو يتم 60 دورة معذرة، لكي ينتقل هذا من العاشرة إلى الحادي عشر، فعلى عقرب الدقائق أن يتم دورة، نعم، يعني 60 دقيقة يتم دورة كاملة. إذن واحد ساعة تساوي 60 دقيقة. ثم واحد دقيقة تساوي 60 ثانية. ما معناه؟ أي لكي ينتقل هذا العقرب، وهو عقرب الدقائق، بتدريجة واحدة فقط، قال مثلا من الثاني عشر إلى الثاني عشر وواحد تدريجة، لكي ينتقل بهذه الدرجة التي نسميها واحد دقيقة، فعلى عقرب الثواني أن يتم دورة كاملة. المهم، واحد دقيقة يساوي 60 ثانية. ومنه فإن الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة وتساوي 3600 ثانية، يعني معذرة، نعود إلى البداية. لكي ينتقل عقرب الساعات من العاشرة إلى الحادي عشر، فعلى عقرب الدقائق أن يتم دورة واحدة، وبالتالي على عقرب الثواني أن يتم 3600 دورة. إذن فالساعة تساوي 60 دقيقة، والدقيقة تساوي 60 ثانية، وبالتالي الساعة تساوي 3600 ثانية. بمعنى إذا أردنا أن نحول من الساعة إلى الدقائق نضرب في 60، إذا أردنا أن نحول من الدقائق إلى الساعة نقسم على 60، ونفس الشيء بالنسبة للمقدار الموالي، من الدقائق إلى الثواني نضرب في 60، من الثواني إلى الدقائق نقسم على 60، من الساعة إلى الثانية نضرب في 3600، ومن الثانية إلى الساعة نقسم على 3600 ثانية. هذا فيما يتعلق بالزمن. نمر إلى المقدار الفيزيائي الثاني، وهو الاستطاعة. إذن الاستطاعة قلنا ما هي إلا سرعة تحويل الطاقة، وبالتالي فوحدتها هي وحدة الاستطاعة التي نتعامل بها هي الواط والكيلو واط. إذن نذكر بالعلاقة، بي تساوي E تقسيم تي، أي استطاعة التحويل تساوي الطاقة المحولة على الزمن المستغرق للتحويل. أن الطاقة المحولة قدرها 1 جول عندما تحول خلال ثانية واحدة، فهنا نقول أن هذا الجهاز استطاعة تحويله تساوي 1 واط. إذن هنا نتكلم عن الوحدة، يعني ما هو الواط. الواط ما هو إلا استطاعة تحويل أو سرعة تحويل لطاقة قدرها 1 جول خلال 1 ثانية.
إذا حول الطاقة قدرها 1000 واط، يعني معذرة 1000 جول وليس 1000 واط، نصحح هذا الخطأ. إذا قلنا إذا حولت طاقة قدرها 1000 جول خلال 1 ثانية، فهذا المقدار نطلق عليه الكيلو واط، أي 1 كيلو واط ما هو إلا سرعة تحويل للطاقة أو لطاقة قدرها 1000 جول خلال 1 ثانية. هذا بالنسبة للاستطاعة، بمعنى إذا أردنا أن نحول من الواط إلى الكيلو واط نقسم على 1000، وإذا أردنا أن نحول من الكيلو واط إلى الواط نضرب في 1000. إذن هذا بالنسبة لمسألة الاستطاعة. نمر إلى الطاقة. الطاقة الوحدات التي نتعامل بها هي الجول والواط ساعي والكيلو واط ساعي، حيث أن الطاقة تساوي استطاعة التحويل في زمن التحويل، أي هذا القانون مستخرج من قانون الاستطاعة. فواحد واط خلال أو مضروب في 1 ثانية يساوي 1 جول. 1 واط في 1 ساعة يساوي واط ساعي، أو ليس بالضرورة أن يكون لدينا 1 واط، المهم الواط مضروب في الساعة يساوي الواط ساعي. 1000 واط في 1 ساعة يساوي كيلو واط ساعي، و1000 واط في 3600 ثانية. لاحظ بأننا فقط قمنا بتحويل وحدة الزمن، يعني من الساعة إلى الثواني، وهنا احتفظنا بنفس الوحدة 1000 واط في 3600 ثانية، هنا سيكون الحاصل للطاقة بالجول ويساوي 1 كيلو واط ساعي، و إذا حولناه بالجول قلنا يساوي 3600000 جول. إذا نمر إلى علاقة أو عملية التحويل. نذكر بأن استطاعة التحويل هي الطاقة المحولة على زمن التحويل، ومنه قلنا قانون حساب الطاقة هو E يساوي P في T، بمعنى الطاقة المحولة تساوي استطاعة التحويل للجهاز في زمن التحويل. إذن لنرى كيف يتم التحويل. إذا كانت لدينا الطاقة مقدرة بالجول وأردنا أن نحول إلى الكيلو جول، ومن الكيلو جول إلى الكيلو واط ساعي، ومن الكيلو واط ساعي إلى الواط ساعي، أو العكس، المهم هذه هي وحدات الطاقة. إذن لدينا الجول، الواط ساعي، والكيلو واط ساعي، والكيلو جول. لنحول من الجول إلى الكيلو جول، هنا سنقسم على المقدار على 1000. إذا أردنا أن نحول من الكيلو جول من الكيلو جول إلى الكيلو واط ساعي، هنا نقسم على 3600. الآن إذا أردنا أن نحول من الكيلو واط ساعي إلى الواط ساعي نضرب في 1000، لاحظ. وإذا أردنا أن نحول من الواط ساعي إلى الجول نضرب في 3600. إذا لاحظ كل عمليتين متقابلتين متعاكستين، من الكيلو جول إلى الكيلو واط ساعي نقسم على 3600، من الواط ساعي إلى الجول نضرب في 3600، من الجول إلى الكيلو جول نقسم على 1000، من الكيلو واط ساعي إلى الواط ساعي نضرب في 1000. يمكن الرجوع في الجهة العكسية، من الكيلو جول إلى الجول تصبح العملية ضرب، أي في 1000،
من الواط ساعي إلى الكيلووات ساعي نقسم على 1000. من الكيلووات ساعي إلى الكيلو جول نضرب في 3600. ومن الجول إلى الواط ساعي نقسم على 3600. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.